السلام عليكم بنات، كيف راكم؟ اش تعاودوا؟ دوزتوا العطلة؟ دابا غادي نبداو المقادير. هنا عندي الحليب، الزيت، السكر، شوية ملح، 3 معالق سميد، 4 5 البيضات والدقيق. يعني هذه أبسط كيكة، يعني كيكة اللي يحبوها الأطفال. ودا بعد ما طربت البيض والسكر والزيت والحليب، طربتهم مزيان. دابا غادي ندير السميد، تنعبر ب معلقة، ندير 3، نقدر ندير 4، على حسب، عشان حسب الحشوة اللي عندك. باش ديري الحليب يعني ماشي مشكل تكتري السميد، تجي بحال بسبوسة، يعني ما هي كيك ما هي بسبوسة. ودابا غادي نطربها معاكم. تطربها مزيان ديك السميدة، عاد ما تطلق لك الكيك، يعني عاد ما تطلق لك تبداي ديري عاوتاني الطحين. لاقاش ملي تديري الطحين ما تضربيهاش بزاف، ضربيها شويه مو كثير. و دابا ملي طربناها غادي نديرو الدقيق. الدقيق عندي مغربل، و دابا غادي نبدا ندير الدقيق. انا عابره الطحين عندي هنا 2 دزلايف، يعني شلت الحكار ديالها. يعني ملي تنديرو الدقيق تنديرو الخميرة ديك الساعات، ماشي مشكل. ودابا غادي نبدا نطرب، هانتوما معايا عيد ما نسى عليها. ما طلقنا الكيك، دابا غادي نكبها في المول. دابا انا كبيت نحطكم في المول، ولكن انا غادي نقطع على حساب شاده بحديتي. دابا انا كملت الكيكه ديالي، هي هذه النهايه ديالها.